زملائي الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج الحوكمه الرقميه للتمكين المهني. هذا البرنامج اعدته الاكاديميه المهنيه للمعلمين ليكون احد مكونات ترقي الساده المعلمين دفعه 2019-2020. بيتناول البرنامج في هذه الفقره فئه معلم اول الف ومعلم خبير، وهو يحتوي على 10 مجالات تخص هذه الفئه. سوف نتناول بالشرح احد هذه المجالات، وهو مجال التخطيط الاستراتيجي. بمجرد الانتهاء من الشرح سوف تظهر مجموعة من الأسئلة، أرجو الإجابة عليها حتى تستطيع الانتقال من هذا المجال إلى مجال آخر. بيعتبر مجال التخطيط الاستراتيجي من أهم علوم الإدارة، وقد أجريت العديد من الأبحاث لكي تحدد أهم السمات المشتركة بين القادة والعظماء. من ضمن هذه الدراسات والأبحاث دراسة جيمس كوزيس وباري بوستس، وقد أجريت على أكثر من 1,000,000 شخص، ثم وضعت نتائج هذه الدراسة في كتاب القيادة والتحدي. أظهروا فيه أهم 5 سمات يتميز بها القيادة، وهي: السمة الأولى، القائد قدوة. نعم، فالقائد قدوة لفريقه وكل من يتبعه. السمة الثانية، التمكين، فهو يمكن فريق عمله من خلال اكتساب مهارات وامتلاك أفاق جديدة في سبيل الوصول إلى تحقيق الأهداف. السمة الثالثة، التحدي، فالقائد الفعال يجد أن كل تحدي جديد هو فرصة للتقدم إلى الأمام. السمة الرابعة، التحفيز، وهو فن لا يتقنه إلا قلة قليلة. السمة الخامسة، الوجهة، أي أن القائد يعرف هو وفريق عمله إلى أين سوف يذهبون من خلال تحديد الرؤية والتصور الواضح والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها. وبالتالي على القائد أن يمتلك مهارة التخطيط الاستراتيجي. فهناك مبدأ أساسي من مبادئ القيادة، وهو فكر على المدى البعيد ونفذ على المدى القريب. لكي تنفذ على المدى القريب فنحن نحتاج إلى التخطيط التشغيلي، ولكي نفكر على أساس ممنهج وعلمي ومبرمج ومدروس فنحن نحتاج إلى التخطيط الاستراتيجي. فالقائد عليه أن يمتلك مهارة الربط بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية، التركيز على أحد المحاور وتوزيع المهام على فريق عمل. دعونا أولا نستعرض بعض المفاهيم التي لها علاقة بالتخطيط الاستراتيجي. أولا، مفهوم التخطيط الاستراتيجي هو عملية تحسين الوضع الرائد من خلال تحديد أهداف ووجود آليات لتحقيق هذه الأهداف، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. الفكر الاستراتيجي، وهو عملية عقلية يتم منها استشراق المستقبل وتحديد الاتجاه الذي يقود المنظمة للاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات والمتغيرات التي تواجهها. الإدارة الاستراتيجية، وهي مجموعة القرارات والممارسات الإدارية التي تحدد الأداء طويل الأمد للمنظمة بكفاءة وفاعلية، ويتضمن ذلك وضع وصياغة الاستراتيجية وتطبيقها وتقويمها باعتبارها أسلوب عمل. أنا شايفة بعض الزملاء بيقولوا طب ما احنا بننجح من غير ما نحط خطة استراتيجية ومن غير ما نكتب أفكارنا على بعض الورايكات. دعوني أقول لكم، بدون التخطيط لن تصيب الهدف إلا بالصدفة. طب إيه مراحل التخطيط الاستراتيجي؟ المرحلة الأولى هي وضع رؤية ورسالة وقيم. المرحلة الثانية هي تحليل الوضع الراهن للمؤسسة. المرحلة الثالثة، التوجهات العامة للخطة. المرحلة الرابعة، الخطة التنفيذية. المرحلة الخامسة، الخطة المالية. المرحلة السادسة هي وضع خطة للمتابعة والتقويم. ثم بعد ذلك نأتي باعتماد الخطة. ما مفهوم الرؤية؟ هي أكثر من مجرد فلسفة أداء للعمل، إنها الحالة أو الظروف الواقعية التي تريد أن تلتزم بها المؤسسة خلال فترة زمنية محددة لتقديم الخدمة أو تحسين الأداء. هل هناك إرشادات لصياغة الرؤية؟ نعم، يمكن أن تكون الرؤية ذات معنى، مفهومة، واضحة، تتحدث عن حقائق واقعية شاملة الإتاحة والجودة والنظم، يمكن تطبيقها وتنفيذها، تعبر عن قيم. الرسالة، يقصد بها الأساليب والطرق التي يمكن تحقيق الرؤية من خلالها، ويمكن صياغتها في صورة بنود.
القيم هي تلك الأسس التي تحدد فلسفة الأداء التي تقدمها المؤسسة، أي إنها تحدد معتقدات المؤسسة في أسلوب تقديم الخدمة والمسؤوليات. يتم الانتقال بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي تحليل الوضع الراهن للمؤسسة. من أهم النماذج التي استخدمت لتحليل الوضع الراهن هو نموذج SWOT أو التحليل الربعي. بنتناول في هذا النموذج البيئة الداخلية متعلقة بنقاط القوة ونقاط الضعف، والبيئة الخارجية متعلقة بالتهديدات والفرص. بعد الانتهاء من تحليل الوضع الراهن ننتقل إلى صياغة الأهداف، وبالتالي ده في ملعب السادة المعلمين، فنحن نعلم جيدا ما هو الصياغة الصحيحة للهدف. أنا سمع بعضهم بيقول لي فعلا هو سمارت. تمام، الهدف لابد أن يكون محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، له معنى وله فترة زمنية محددة. ننتقل بعد هذا إلى كتابة الخطة التشغيلية أو الخطة التنفيذية، بحيث يتم دخول تفاصيل تحقيق الأهداف والأنشطة والبرامج، موضح بها البرامج والأنشطة والفترة الزمنية للتنفيذ ومسؤولية فريق التنفيذ ومؤشرات التحقق. ثم يلي بعد هذا صياغة شكلية للخطة التنفيذية كما هو موضح لسيادتكم، فيتم عرض الهدف الإجرائي، الأنشطة، المدى الزمني، المسؤول عن التنفيذ، مؤشرات الأداء، وسائل التحقق. ننتقل إلى الخطوة السادسة وهو وضع أدوات للقياس والتقويم لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة. من ضمن هذه الأدوات الملاحظة، التقارير، استطلاع الرأي، المقابلة، بطاقات المتابعة. ثم نأتي للفقرة الأخيرة وهو استعراض الخطة واعتمادها. أشكر سيادتكم على حسن الاستماع.